الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا مادة تكييف الهواء المركزي نظري صفحة 12. طيب عندنا في الماء عندنا ام دوت وتر وكيو وتر. الام دوت اللي هي معدل السريان الكتلي، تمام؟ وهذه الام الكيو معدل السريان الحجمي. طيب طبعا الام دوت الكتلي ناتجه كيلو جرام على الثانية، تمام؟ عندنا سي بي وتر، سي بي وتر عندنا ثابت 4.2 كيلو جول على كيلو جرام كلفن، وعندك هنا الدلتا تي وتر الداخلة والخارجة، وعندك هنا للملف حق التبريد، وعندك هنا السي ال اللي هي الكولينج لود. طيب عندنا هنا الكيو وتر، إذا قال لك في السؤال أعطيني معدل السريان الحجمي تعطي له هذا اللي هو حيكون متر مكعب على الثانية، وإذا قال لك أعطيني معدل السريان الكتلي فبالكتلة حتعطي له كيلو جول، حجمي بالحجم متر مكعب. طيب هذا ضفنا هنا هذه كثافة الماء. طيب وهذا برضو سي بي، شوف لو نلاحظ بس زدنا كثافة الماء. طيب نيجي نحل المسألة ذا الحين. إذا قال لك أحسب لي معدل سريان الماء ال سي، طبعا على حسب الدكتور اللي عندنا أو المهندس قال لنا إذا كان معدل السريان بس كذا يبغى أجل أنت تديله الحجمي. إذا ذكر لك في المسألة ممتاز، إذا ما ذكر لك حط الحجمي. طيب نكمل. ال سي تمام، وإذا حط لك رمز برضو خلاص يعني قلنا احنا اوريدي حنفهم. في ملف تبريد مناولة الهواء إذا كان فرق درجة الحرارة بين الدخول والخروج 5. شوف إذا كان فرق، شوف الفرق يعني عداك دلتا تي. إذا قال لك الداخل مثلا 15 والخارج 8 تنقص هذا من هذا. طيب والسعة التبريدية للمناولة 25 تي ار. نيجي نطبق ذا الحين، طالما طلب مننا الكتلي عفوا الحجمي نقول له طيب نقول له الكيو دوت وتر للماء كولينج لود كم عندنا؟ 25 طن. 25 طن لازم نحولها ليش؟ للكيلو وات. حنضربها بكم؟ حنضربها 3500. نزل هذا ثابت، تقدر حتى هنا تكتب عليه، تكتب عنده 1000. السي بي كم عندنا؟ 4.2 كيلو جول، احنا نبغاه بالجول، نطير الكي نضرب في 1000، تمام؟ حيصير عندنا 4200. يعني اذا كان عندي هنا بالبوينت اضرب على طول، شيل لي الكي هذه. طيب الان خلصنا من هنا، باقي الدلتا تي، دلتا تي اوريدي هو معطينا هي 5. تعويض مباشر الان في الاله الحاسبه. كم طلع معانا؟ 4.1 6 مضروب في 10 والسالب 3، هذا ايش؟ متر مكعب على الثانية، تمام؟ متر مكعب على الثانية، متر مكعب على الثانية، هذا الحجم صح ولا لا؟ لكن هو ايش قال لك؟ احسب لي معدل سريان الماء لتر على الثانية. طيب أنا بطير هذا المتر مكعب أضرب هذا الرقم في 1000، فحقول له الكيو وتر يساوي 4.1 مضروب في 10 والسالب 3 مضروب ب1000 عشان بحوله للتر يساوي 4.166
لتر الآن على الثانية، يعني بعد ما تطلع الناتج زي كذا المتر مكعب على الثانية، شوفوا ايش يبغى منك. اذا كان يبغى منك حجمي حطه حجمي، اذا كان يبغى منك لتر على الثانية تضرب الناتج في 1000، وكذا انت حليت مسألة معدل السريان للماء، ودمتم بخير.